احب هالنوع من المنتجات المنقذه. تخيل ان منتج واحد 6 ان 1 في شاحن لاسلكي، في شاحن حق السياره، وباور بانك، واضاءه هاي الشاكوش اللي تكسر فيه الجامة، وبعد اشاره الطواري، كلهم شنطه واحده. هاي الشنطه نفتح المنتج. اول شيء عندنا واير شاحن بطاريات السياره الاحمر والاسود بشكل واضح، واير شاحن يو اس بي 8 تايب سي، كتالوج الاستخدام فيه كل التفاصيل اللي تحتاجها. شوف شلون مسوي لك فرز حق المنتج. وعندك هني الباور بانك اللون الاسود، هذا هو شكله وحجمه. يا سلام. اوكي، عندك الشاحن اللاسلكي هني، زر التشغيل، شوف الإضاءة اللي اعطاك اياها. هاي الكفر المكتوب عليه يو اس بي اي، في ثلاث منافذ، منفذين يو اس بي اي تقنية الكوالكوم 3.0 الشحن السريع، ومنفذ تايب سي الان تشحن باور بانك من خلال هالمنفذ. للعلم تشحنه فل تقريبا خلال اكثر من 5 ساعات، لان تقدر من خلاله تشحن السيارة، وبعد ترى مو تشحن السيارة مرة. خلينا نكمل بس واقول لك، عندك هني منفذ واير شاحن بطارية السيارة، وهاي ترى اللي تكسر فيه الجامة، وايد قوي يعني ما شاء الله، ضربة شي تكسر فيها الجامة. حاطي لك هني تنبيه حلو، حاطي لك فيها كبر بعد. طبعا عندك الإضاءة من قدام، تم ضغط شغل إضاءة، 5 أوضاع للإضاءة. هاي الثاني، الثالث، هاي مثلا أنت في البر تحتاج أنه مثلا تلفت النظر الانتباه، تقدر تشغل الإضاءة بالوضع اللي تبيه. تم ضغط شغل، تم ضغط سكر. ما عندك واير تشحن تليفونك، تليفونك يدعم الشاحن اللاسلكي، تقدر تشحنه من خلال باور بانك. اي تليفون يدعم الشاحن اللاسلكي، مو بشرط تقنية الماك سيف، لا، اي تليفون يدعم الشاحن اللاسلكي. الباور بانك قوة 19200 ملي امبير، من مزايا بعد الموجودة ان الله يسلمك اذا جيت تشحن مثلا بطارية السيارة وركبت الاسلاك غلط، يعني الاحمر والاسود ركبتهم غلط على البطارية، يعطيك تنبيه انك انت عاكس اسلاك البطارية، فغير التركيبة وركبهم بالطريقة الصحيحة. والشاحن اللاسلكي بقوة 10 واط فيدعم الشحن السريع، وطبعا يشغل السيارات او يشحن بطارية السيارة فئة البترول لين 7 لتر، فئة الديزل 5.5 بثانية واحدة فقط. قوة التشغيل 1500 ملي امبير، جدا كبيرة. من مزايا بعد انه يشحن بطارية السيارة اكثر من 15 مرة اذا شحنت الباور بانك فل. فاذا البطارية عندك ضعيفة، وقف عندك الموتر، تقدر تشحن بطارية السيارة من خلال هالباور بانك، وبعد تقدر تشحن اجهزتك من خلال هالباور بانك، واضاءة، وتقدر تكسر الجامة بعد، كل شيء من خلال هالباور بانك ومع وايراته اللي كلهم يكونون بشنطة واحدة فقط، خلها عندك في الموتر وامورك طيبة ان شاء الله. والشيء الحلو بعد شنو؟ ان عليه ضمان 2 سنين. شوف كرتون منتج حاطين لك كل التفاصيل اللي تحتاجها، شنو ممكن تسوي من خلال هالباور بانك، حتى هني بعض التفاصيل والارقام اذا ودك تكابتشر طريقة شحن الموتر شلون بعد. متوفر عندنا في متجر سيركت ستور، بتحصلونه في قسم الشواحن بطاريات الباور بانك.